بسم الله الرحمن الرحيم. بروتوكول ال OSPF اللي هو Open Shortest Path First. طبعا هنا بروتوكول عام يشتغل على اي راوتر من اي شركة، يعني مو شرط سيسكو، لا هنا بروتوكول مفتوح المصدر لكل الشركات تستخدمه. طبعا البروتوكول هذا بروتوكول توجيه يعلنك عن الشبكات الموجودة عندك. ونبدأ اليوم فيه، وفقط راح نفعل البروتوكول على راوتر واحد ونشوف سلوك هذا البروتوكول. طبعا سلوك هذا البروتوكول انه يبدا يرسل رسائل نسميها هيلو باكيت، يعلن عن نفسه اني انا موجود عندي بروتوكول الاس بي اف، يبغى يسوي نيبر او تجاور مع الراوترات المجاوره. نبدا الان نوصل راوتر 1 في راوتر 2. نلاحظ هنا F00 وهنا Giga00. ايش يفرق راوتر 1 عن الراوتر الثاني؟ طبعا الراوتر الثاني هو داينامكس. لو جيني هنا للداينامكس، لاحظ هذا هو الراوتر، والراوترات الغالب ننزلها على GNS3. اما الراوتر الثاني هنا انا مشترك في الفايرول اللي هو فيرتشوال انترنت راوتنج لاب، طبعا هنا مدفوع سنوي، ونزلت الايمج على الجي ان اس 3. طبعا انزلها تحت الكيو ايمو موجوده هنا، هذه هي الايمج. الفايرول ما يدعم السيريال، على اساس كذا انا وضعت هنا الداينامكس وهنا الفايرول، اساس بعد شويه راح نستخدم السيريال. طيب نبدا الان مع البروتوكول تبعنا الاو اس بي اف. في البدايه راح نعطي المنافذ هنا شبكه، ندخل على الراوتر واحد كونفي انترفيس F00 ونعطيه اي بي ادرس 192.168.1.255 ثلاث مرات، بعدين 252 نحتاج عنوانين فقط، اعطينا وشت داون احتياطا. تعال للراوتر الثاني كونف تي انترفيس اف لا هو جيجا 00 اي بي ادرس 192.168.1.255 ثلاث مرات. طيب نو شت داون ايضا احتياطا، هنا خذ اند كونف تي هنسميه هوست نيم الراوتر 2. شو اي بي راوت، لاحظ الشبكه الموجوده عندي هنا 192.168.1.0/30، هذه الشبكه اللي المفروض لما افعل الاو اس بي اف اعلنها، لان عندي شبكه واحده الى الان. طيب تعال في البدايه خلينا ناخذ نشغل الواير شارك. لاحظ هنا شغلنا الواير شارك على الايثرنت الاف 00 في الراوتر الاول والجيجا 00 في الراوتر الثاني، ونقول اوكي راح يشتغل الان الواير شارك. طيب بنق الان على الراوتر الثاني 192.168.1.2، لاحظ البنج لما يعطيك علامات تعجب معناته انه في بنج، ولاحظ لما بنقت الواير شارك يبدا ياخذ ايش باكيت كل ما بنقت. طيب لكن هل في او اس بي اف؟ نضع فلتر للاو اس بي اف، هل في رسائل او اس بي اف؟ لا
لاحظ سويت فلتر الآن على الواير شارك ما في أي رسائل للهوست بيد. نيجي الآن للراوتر واحد هنا الأول ونبدأ نفعل بروتوكول الهوست بيد فنقول conf t راوتر. لاحظ راوتر او اس بي اف وعندك بروسس اي. البروسس اي دي هذه لوكال. كيف لوكال؟ يعني انا لما اكتب هنا 11 معناته هذا البروسس رقم 11. ممكن على نفس الراوتر اسوي راوتر اس بي اف 11 راوتر اس بي اف 12. هذا واحد. الشيء الثاني لما اسوي راوتر اس بي اف 11 على الراوتر الاول مو شرط الراوتر الثاني يكون راوتر اس بي اف 11، مو شرط، لانها البروسس اي دي لوكال على اساس تميز الراوتر الاو اس بي اف على جهازك، لان قد ترتبط باكثر من شبكه كل شبكه لها اس بي اف الخاص بها. هذا بالنسبه للاو اس بي اف. طيب راوتر اس بي اف 11 لاحظ الى الان ما في رسائل اس بي اف بين الراوترين. طيب ايش الشبكه المفروض تعلن عنها؟ نتورك، تكتب نتورك. لاحظ أنا الآن أي شيء تبغى بعدين تعلن عنه فتدخل على راوتر اس بي اف 11 بالنسبة لراوتر واحد نتورك وتكتب الشبكة اللي بتعلن عنها. طبعا الشبكة اللي أعلن عنها اللي هي 1.0، لكن السبنت ماسك تقلبه إلى وايلد كارد لأنه يطلبك الوايلد كارد. 255 تصبح 0، 255 تصبح 0، 255 تصبح 0، 252 تصبح 3. كيف يصير؟ الوايلد كارد دائما تقول 255 ناقص، يعني 255 ناقص 255 0، الاول والثاني والثالث يعطيك 0، 255 ناقص 252 يعطيك 3، يعني المفروض 0 0 0 3. لكن انا لاحظت الان لو كتبنا هذا يفهم انه وايلد كارد، يفهم انه سبنت ماستر راوتر ويحوله لك الى وايلد كارد، وبعدين تكتب اريا 0. المفروض اني ما اكتب 255 ثلاث مرات 252، اني اكتب 0003، لكن راح يقبلها. ولاحظ اول ما قبل، اول ما اعلنت عن شبكه بدا الراوتر يرسل هيلو. لاحظ هذه هيلو، بعد 10 ثواني راح يرسل هيلو ثانيه. لاحظ لو لاحظت التايم تلاقي كل واحدة والثانية الفرق بينهم 10 ثواني. خلي الهيلو شغال هنا ما علينا. طيب راح نشغل الديباج على الراوتر الأول. ديباج اي بي او اس بي اف. طبعا الديباج هذا يجيب لك الايفنت والأحداث اللي تصير. نبغى الديباج لمين؟ للهيلو، لأن الديباج كثيرة ما ينفع تشغلها إلا تخصصها تخصيص جيد. فقلنا ديباج اي بي اس بي اف هيلو، فنشوف الديباج اللي ترسل وفين يرسلها. كل ما أرسل هيلو راح يجيب لك إن أرسل هيلو هنا. هذا فائدة الديباج. لاحظ إنه أرسل هيلو باكيت. لاحظ أرسلها على إيش؟ على 224.005. هذا هو المالتي كاست اي بي اللي يستخدمه بروتوكول الاوس بي اف. طبعا هذا دائما مخصص للاوس بي اف 224.005، وكل 10 ثواني يرسل هيلو مع المنفذ 00. طيب ليش يرسل مع المنفذ 00؟ لان المنفذ 00 انت اعلنت عن الشبكه تبعه. طيب هنا هنشغل الديباج ايضا. ديباج اي بي او اس بي اف هيلو. طبعا هو ما عنده راوتر 2 واس بي اف، لكن يشغل الديباج على اساس نشوف السلوك. لاحظ الان كل 10 ثواني عندي هنا الواير شارك بيبين فيه او هيلو باكيت تم ارسالها. لاحظ المرسل 1.1 اللي هو المنفذ اف 00، والديستنيشن دائما لازم يكون المالتي كاست اي بي ادرس. طيب ليه احنا كيف نتاكد انه كل 10 ثواني؟ لو جيت هنا قلنا شو
انترفيس او شو اي بي انترفيس اف 00. بجيب لك كلام كثير لكن في واحد يبدا بتايمر اللي هو تايمر انترفال، وممكن انت تخصص كذا الرسائل كثيرة، ممكن تستخدم include timer لا احنا نبغى الـ OSBF show IP OSBF على الانترفيس F00. ايوه شو لاحظ تايمر عندي فين راحت هنا التايمر تايمر انترفالز. طيب انا بخصصها افضل على اساس ما يجيب الا السطر هذا انكلود تايمر او انكلود انترفالز. لاحظ معاي الهيلو كم زمنها كل 10 ثواني يرسل لك هيلو مسج يخبر الراوترات المجاورة انه عنده ايش؟ ان عنده او اس بي اف. يرسلها برود مالتي كاست على 224.005 يرسلها مع المنافذ اللي عليها او اس بي اف. كيف تعرف المنافذ اللي عليها او اس بي اف؟ نقول شو رن انكلود الراوتر. لكن لاحظ لما قلت include router ما جاب لي إلا السطر، أنا أبغى السكشن كامل، فبدل include يصير section. لاحظ السكشن كامل، هذه الشبكة على F00 على أساس كذا هو بيرسل على F00 hello كل 10 ثواني اللي هي اسمها hello packet، رسالة ترحيب تخبر الراوترات المجاورة إن الـ OSBF مفعل. لكن لاحظ راوتر اثنين ما يستجيب ولا يدري عن حاجة لأنه ما يفهم الرسالة هذه. هل هي تصله؟ نعم تصله بس ما سوي لها دروب، ما يفهم فيها حاجة، ما يرد عليها، ما انت مفعل عليه الأسبوع. طيب جميل. طيب هل السيريال هنا إيثرنت، هنا إيثرنت، هل السيريال يستخدم نفس الطريقة كل 10 ثواني؟ هنجرب، هنجيب راوتر هنا يدعم السيريال اللي هو الراوتر هذا. طيب خلينا نشغله بس الان ستارت. لاحظ لما تيجي بتوصل عليه مع السيريال الطريقه رايت كليك كونفيجريشن كونفيجر، فمن الكونفيجر تروح للسلوت وتاخذ سيريال اوكي، وبعدين توصل السيريال بالسيريال هنا سيريال زيرو بسيريال زيرو رانينج. طيب خلينا نشوف، هو قال لي انه شغال ما راح يقبل. طيب لاحظ لان اضفنا في البدايه سيريال زيرو زيرو هذا اضفته انا على راوتر واحد وهو شغال، على اساس كذا لما اجي اوصله بيعطيني رساله انه السلوت ما تركبه والراوتر شغال. فهنا الراوتر كان شغال، فخلينا اجي الراوتر واحد واقول له WR اساس يحفظ لي الاعدادات، وخليني اسوي له ستوب تمام، واشوف السيريال الان اوصل السيريال، وبعدين راح اشغل الراوتر ستارت، راح اشغل الراوتر الثاني لان السيريال بالذات يعني لازم يكون الراوتر طافي، تطفي الراوتر وتركب السيريال، هذا هو الاصل. ريكونكت الان فيرجع الان، تلاحظ حتى رسائل الاس بي اف تلاقيه هنا
ايش؟ ما نحتاجها الآن. طيب نتأكد بس إن في شو اي بي راوتر شو اي بي شو رن انكلود راوتر. نعم موجود، لو قلنا سكشن هتلاقي موجود. حتى لو سوينا ديباج ديباج اي بي او اس بي اف هيلو تلاقي فعلا الديباج موجوده. طب نكتفي الان بالديباج، نشوف الديباج ترسل كل شويه على ايش؟ راح ترسل على مين؟ على الاف 00. طيب هنا لسه ولا عنده ولا حاسب حاجه لانك ما عرفت عليه الوشبيت. طيب تعال لراوتر اثنين دبل كليك على اساس بس يبان عندنا هنا، هذا راوتر اثنين وهنا راوتر، نروح راوتر واحد انترفيس اس 00 نو شت داون احتياطا بس اي بي ادرس 192.168 الشبكه واحد. طبعا هنا هيكون الاي بي 5 لان الشبكه تكون شبكه 4 على 30 252. هنا فقط اعطانا السيريال اي بي. طبعا الراوتر 2 الجديد هذا هن كونف تي انترفيس سيريال 00 اي بي ادرس 192.168 معلش كده واحد. طبعا الشبكه 4 هذه يكون الاي بي رقم 6 هذا. بنق على راوتر واحد بنق 192.168.1.5 كونفتي انترفيس اس 00 نو شت داون نعم لان نسينا الامر نو شت داون. لاحظ علامات تعجب معناته ان في بنج وفي اتصال. طيب لاحظ ان هنا لو جينا واخذنا برضه هنا واير شارك كمان خلينا نسوي الديبج شغال الان، بس الان اللي راح تسويه انك تقول كونف تي انترفيس معلش راوتر او اس بي اف 11 وتضيف الشبكه الجديده بس اللي هي 192.168 الشبكه 1.4. لاحظ الشبكه 1.4.0.0.0. هالمره انا كتبت الوايلد كارد، الوايلد كارد حقها كتبته. الوايلد كارد هو عكس السبنت ماسك، يعني دائما عندك الوايلد كارد عباره عن 255 ناقص الرقم، يعني 255 ناقص 255 اعطاني الصفر الاول هنا. شايف؟ والثاني اعطاني صفر والثالث صفر، و255 ناقص 252 اعطاني ثلاثة. طبعا اريا زيرو. لاحظ الان هيصير عندي اثنين هيلو، هيلو يرسل على السيريال 00 وهيلو يرسل على الاف 00. طيب هل نفس التايمر نفس الوقت للهيلو باكيت؟ شو هنقول شو اي بي او اس بي اف سيريال الانترفيس سيريال 00
ونحدد انه اللي يبدا بالتايمر اساس يجيب لي السطر في التايمر انكلود. ما في مسافه ولا ايش؟ لاحظ الهيلو 10 نفس الهيلو، يعني الهيلو في السيريال ولا في الايثرنت كله للاوس بي اف عباره عن 10. هذا الديفولت، طبعا نقدر نغيره، هذا الديفولت 10. ولو لاحظنا الان هنا وجينا للاو اس بي اف، لاحظ هنا المرسل مين؟ المرسل 1.5. ولو جيت للديباج تلاقي اذا المرسل باين، نعم هذا المرسل فروم 1.5، لكن المرسل اليه دائما مالتي كاست اي بي للاو اس بي اف اللي هو 224.005. لكن ايش يحصل الان لاي شبكه تعلنها؟ افرض انت الان لو عندك سويتش، وهنا نقطه جدا مهمه، لو عندك سويتش هنا والسويتش موصل ب راوتر واحد، وطبعا هيكون عندك جهاز، ناخذ الجهاز هذا اللي هو في بي سي اس، هذا يجي مع الجي ان اس 3 ونوصله في السويتش. طبعا اللي هنا الجهاز لازم تشغله ستارت، خلي نضع فوق هنا، طبعا دبل كليك على اساس يظهر لنا هنا بي سي. طيب المنفذ هنا الجديد اللي هو اف 01 لازم تعطيه اي بي ادرس. تعال معي روح راوتر واحد كونف عند كونف تي، هو معلش الديباج كل شوي يقطعني، بس انا احاول انترفيس اف 01 نو شت داون، نو شت داون اعطيته. طيب اي بي ادرس 192.168، خلنا نعطيه الشبكه 2، الشبكه 2 اول اي بي 255.0 لانها موصله ب، لحظه الان عندي شبكه، لكن لاحظ في الهيلو، في الهيلو باكيت هنا ما يرسل هيلو على المنفذ اف 01، شو اي بي راوت هتلاقيه موجود في الراوتنج تيبل لكن ما يرسل له. ليش؟ لانه كان، لانه هو في شو 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 رن لانك لاحظ هنا الشبكات الموجوده عندي فقط على الاف 00 والسيريال 00، لازم تعلن عنه على اساس يرسل عليه هلو. فتقول كونف تي راوتر او اس بي اف 11 وتقول نتورك 192.168.20.000 255. ليش؟ ل 255 ناقص 0 يعطيني 255 على اريا 0. يبدا الان يرسل لها هيلو. طيب المفروض ما يرسل لها هيلو، ليه؟ انا اقول لك ليه. هنا يرسل هيلو في راوتر هنا، اوكي. هنا يرسل هيلو في راوتر هنا، لكن هنا ليه يرسل هيلو؟ معناته انه هل البي سي 1 يستقبل هيلو؟ يستقبلها. انت علمت عن الشبكه بس انا ما ابغى ارسل هيلو، المفروض ما ارسل هيلو. لاحظ اف 00 الان كل 10 ثواني يرسل له هيلو باكيت، لان الان مشارك في عمليه الاوس بي اف. فكيف تتحقق؟ خلينا نجي هنا الان رايت كليك نسوي واير شارك عليه، واكد لك انه الان الاجهزه المتصله بالشبكة هذه كامل انها يصلها اوس بي اف، الشبكة 2 اللي هنا كلها بيصلها رسائل اوس بي اف، وهذه مزعجة لانها مالتي كاست كل شوية يجي على ال 224.005 واف 00 ضمنها. لاحظ الان بس نكتب الاو اس بي اف، لاحظ كل 10
ثواني راح تجي رسالة. طيب تعال خلينا نشوف الرسائل حقة الاوس بي اف. لاحظ هنا، هنا الجزء الخاص بالبروتوكول. طبعا هنا المرسل الاي بي 21 اللي هو على الشبكة 201، وكذلك المستقبل هيكون 224.0.0.5، هذا خاص بالاوس بي اف. لذلك هي نقول هيلو باكيت، هذه لاير 3، لذلك تسمى الهيلو هنا هيلو باكيت وليس هيلو فريم، عشان كذا نسميها هيلو باكيت. طيب تعال نشوف ايش داخل الهيلو الفيرجن 2. لاحظ هيلو باكيت اسمها. لاحظ مين الراوتر المرسل. الراوتر المرسل هو الراوتر 192.168.1.1، الاي دي حق الراوتر، هذا الراوتر المرسل. طيب شوف الهيلو باكيت، شوف لاحظ الان النتورك ماسك، فهو عارف النتورك ماسك اللي الهيلو رايحه معاها. كذلك لاحظ الهيلو انترفل كل 10 ثواني، كل 10 ثواني. طيب هنا بس على اساس تستفيد انك تتصفح الهيلو الهيلو باكيت وتعرف المسج دي انها نوعها مسج تايب هيلو باكيت، لانه الاوس بي اف له انواع كثيره غير الهيلو، بس الان في هذا الموضوع يهمني الهيلو باكيت. فانت لاحظ معي هنا عندك ثلاث شبكات تمام اعلنت عنها، فمعناته كل منفذ يرسل معاه هيلو. اوكي المنفذ اف 00 يرسل، المفروض يرسل لانه هنا لما نشغل الاوس بي اف عليه راح يصير بينهم تجاور، وهذا نشوفه فيما بعد. وهنا برضو نفس الطريقة، لكن هنا المفروض انه تعلن عن الشبكة وتقفل الاو اس بي اف هيلو انها ما تروح على المنفذ هذا. وهذا كيف؟ هذا برضو راح نتكلم عنه لما ان شاء الله نشغل الاو اس بي اف على الراوترات الاخرى. وهذا باختصار كيف ان البروتوكول الاو اس بي اف يبدا يرسل هيلو اساس يعمل عمليه تجاور، واحنا فعلناه على راوتر واحد اساس تفهم تماما ايش يحصل من البدايه. طيب كيف اوقف الديباج؟ اساس توقف الديباج هتقول undebug all، هذا اساس يوقف لك جميع الديباج. انت تقدر تقول له وين الديباج هنا؟ انت تقدر تقول له كنترول اي هنا على اساس يجي في البدايه، تقدر تقول له نو ديباج اي بي اس بي اف. بس اذا تبغى تضمن ان كل الديباج توقفت لو مشغل ديباج اخر ان ديباج اول، او نو ديباج اول. كل الامرين ان ديباج اول ونو ديباج اول كلهم يوقفون جميع الديباج اللي عندك. والديباج هو يستخدم لتشخيص الشبكه زي ما انت شايف، على اساس انا بشوف الرسائل الهيلو اللي تخرج. ولاحظ انه الراوتر الثاني بما ان شغلنا عليه الديباج فما جاء فما تعامل مع اي رساله، لانه هو اساسا ما عنده حاجه في الاعدادات حقته اسمها اوس بي اف، فلذلك ما يعرف اي شيء عن الاوس بي اف. وتقدر توقف الديباج بنو ديباج. وشكرا لكم.